ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس رئيس لجنة الأزمة بنغازي تميم الغرياني. أستاذ تميم، بداية مرحبا بك، وكل الإحصائيات التي ذكرناها في التقرير الذي قدمه زميلي محمد شبيني يعني عن مهاجري بنغازي، هذه الأعداد هل تم توفير نقول مرتبات لها أو أي أماكن للعيش من قبل الحكومات المتعاقبة في السنوات الثلاث الماضية؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر قناة النبأ على تواصلها مع مهجري مدينة بنغازي. ياريت الصوت يتعلى شوية، ما أسمعش في السؤال واضح. حاضر، ما الذي قدمته لكم مباشرة يعني الحكومة المقترحة في يعني في ملف مهاجري بنغازي تحديدا؟ والله أنا أتوقع الأيام القادمة أن يخرج إلينا السيد السراج ويصرح مثل ما صرح في السابق بانتفاضة 15/10، وهي نكبة 15/10. أتوقع أن يصرح الأيام القادمة أن على مهاجري مدينة بنغازي، أو يصرح أنهم غير ليبيين أصلا. يعني كيف نحن نعيش في ضيق جدا جدا في ليبيا، مهاجري عاني من ضيق شديد جدا جدا، ونحاول أن نعطي السيد سراج وحكومة سراج والسيد العماري وأعضاء مجلس الدولة عن مدينة بنغازي، نحب أن نبشرهم أن نحن نسعى جاهدا عن طريق ناس مهاجرين مدينة بنغازي للتواصل مع دول لتنظيم هجرة جماعية لمهاجرين مدينة بنغازي عن ليبيا. الوضع جدا مأساوي، مرتبات متوقفة من 2014، خطبنا مرارا وتكرارا يمنع صرف أي ورقة مصرف شيك، يعني بمعنى صح كاونتر لأي مهجر من مدينة بنغازي، أي دفتر شيك ينفذ من المهجر عليها التوجه إلى مدينة بنغازي لكي يقتل هناك أو يعتقل. عندنا شواهد، آخر شخص مهجر اسمه خالد الكبتي ذهب لمدينة بنغازي بعد أن استنفذ دفتر شيك وحاول أن يخرج دفتر شيك، علما أنه خرج نتيجة شاهد ظلم أمام عينيه من جيرانه في السويد. يعني كيف ذهب إلى طرابلس، بقى مدة من الزمن، ذهب إلى بنغازي لكي يستخرج، وجد مقتولا في شارع الزيت. السجلات الوفية. سيد تميم، سيد تميم، يعني من فضلك ابقى معنا.